دكتور مرسي عربي. انا الحقيقه ما اعرفش اجابه السؤال. طب تعتقد مين هو يعني؟ دكتور مرسي عربي؟ اها. ما سمعتش عنه قبل كده؟ لا كنت سمعت تقريبا انه كان دكتور مشهور في قسم دايابيتس او حاجه زي كده، بما ان انا بخمم من السؤال اللي اتسال يعني. تمام. طب يعني ممكن يكون رئيس القسم مثلا؟ لا مش رئيس القسم. طب شكرا. دكتور نص عرب استاذ دكتور في قسم امراض السكر والبطنه، كان ماسك رئيس قسم امراض البطنه والسكر، مؤسس جمعيه اصدقاء المرضى مستشفى الميري، مؤسس جمعيه اصدقاء الطلبه، كان ماسك نائب رئيس مجلس نائب رئيس الاتحاد الدولي للسكر. المعلومات دي عرفتها لوحدك ولا عبر ايه؟ من الكتاب بتاع الدكتور مرسي عرب، وكان ليه كتب كتير مؤلفها، وكان في كتب هنا في مقر الفريق هنا. اتعاملت معاه قبل كده؟ لا. طب تتمنى ان انت تتعامل معاه؟ طبعا. طب بكره ان شاء الله في حوار مع الدكتور مرسي الساعه 12 في مركز المؤتمر، نتمنى ان انت تشرف. معرفه شخصيه؟ اه طبعا. اتعاملت معاه قبل كده؟ اه. في كذا موقف. طب تقدر تفتكر يعني موقف كان دكتور مرسي فيه مؤثر في حياتك؟ موقف كتير جدا. طب يعني مثال بنقابل دكتور مصر يعني تقريبا كل فتره كده بيبقى لنا اجتماع معاه، لان في مشروعات مشاركين معاه فيها، منها مشروعات خيريه منها مشروعات صحفيه، مشاركين معاه في ماسك الطب بتاع السكر تبع الرابطه المصريه للسكر، في مشروعات خيريه تبع المؤسسه بتاعته مؤسسه دكتور مصر الثقافيه والحضاريه، وعامل كتاب اسمه كتاب الطريق نحو برنامج قومي للتغيير، عامل حمله بتدعو الى تغيير القيم المجتمعيه مثلا يعني بقى المحور الاموية والحاجات دي كلها، هناخد منها ان شاء الله فكره ان احنا نعمل مشروع لطلبه الجامعه او الكليه ان شاء الله قريب، وده غير ان هو اساسا كان عامل مشروع خيري لتطوير الحمامات العامه اللي موجوده هنا في اسكندريه، المشروع ده احنا كنا مشاركين معاه فيه برضه، وهو عمل فيه يعني خد فيه خطوات بجد، بس هو خدها لوحده لان احنا ما قدرناش نساعد كتير. برضه يعني من الحاجات المؤثره قوي اللي هي جمعيه اصدقاء المرضى اللي موجوده في المستشفى دي، هو انشاها سنه حاجه و50 تقريبا، كان لسه هو في سنه ثالثه طب زي قدينا كده يعني. برضه من الحاجات اللي موجوده ولسه مكمله لحد النهارده في المستشفى، بتتطور وبيتغير الناس اللي عاملين عليها، بس يعني احنا برضه من الناس اللي اشتغلنا معاها فيها دلوقتي. في ايه تاني؟ طب بما انك عارف معرفه شخصيه، ايه الكلمه اللي انت تقولها لدكتور مرسي عرب وانت على الهوا دلوقتي؟ يعني اقدر اقول ان هو من الناس اللي هم اللي ما زالوا نادرين جدا في وقتنا دلوقتي، اللي بيهتم بالثقافه او بالتاريخ، اللي يرفع من قيمه شعوبنا في العربيه او قيمه الحضاره الاسلاميه نفسها. يلا. دكتور مرسي مش مجرد دكتور مرسي كاتب كبير وله اكثر من ديوان شعر يعني، ده كان هو دكتور كبير جدا في الشرق الاوسط على مستوى الشرق الاوسط للسكر. اتعاملت معاه قبل كده معامله شخصيه؟ اه كان في زي ورك شوب عاملها اصلا على السكر للطلبه، وطبعا كان فور فري وكان اسلوبه رائع جدا. انت بس يعني طب ايه الكلمه اللي بتقوليها دكتور مرسي وانت بتسجل معاه؟ اقول له ربنا يديك صحه. تعتقدي مين هو دكتور مرسي عرب؟ لا ما هو هنا دكتور مرسي عرب دكتور قلب، اعرف ده كل اللي اعرفه عنه ان هو دكتور قلب. دكتور قلب؟ اه دكتور قلب مش حاجه تانيه؟ سكر. هو دكتور مشهور الحقيقه، بس انا يعني طب لو حد قابلك في جامعات بره يعني اللي هو دكتور مرسي بيحاضر فيها وقال لك ان دكتور مرسي ده دكتور مشهور جدا بيجي عندنا وبيحاضرني، ازاي انت في طب اسكندريه وما تعرفيش عن دكتور مرسي؟ هتقولي ايه؟ انا اسفه. انا مش عارف يعني انا غلطتي مش عارفاه، بس انا مش عارفاه شخصيا، بس انا اسمع خلاص. في ندوه بكره هعرفه. الندوه بكره ان شاء الله؟ ان شاء الله. خلاص متشكرين. طبعا دكتور مرسي عرب ده انا ما اسمعش عنه كتير، بس هو يعني ما اتعاملش معاه شخصيا لان لسه طالب صغير في سنه تانية، بس اسمع من الناس الكبار يعني انه استاذ كبير وليه خدمات وليه افضال على الناس كتير يعني، وبيحب العمل الخيريه وبيساعد الناس، وحابب اسمع منه كتير طبعا، وان شاء الله احضر بكره الندوه عشان اعرف عنه اكتر باذن الله. شكرا.